يعد الفهد أصغر نوع من الأنواع التابعة لفئة القطط الكبيرة، إذ يتراوح طولها من 92 سنتيمتراً إلى 190 سنتيمتراً. يتراوح وزن الذكور من 36 كيلوغراماً إلى 75 كيلوغراماً. لكن الفهد بنفس الوقت يعتبر واحداً من أقوى الحيوانات المفترسة في عالم الحيوان، فهو غالباً ما يستطيع إمساك فريسته بشكل سريع جداً، ولا يترك الفهد فريسته قبل أن يقتلها، فهو حيوان شجاع جداً ولا يستسلم أبداً عند الهجوم على فريسته. تعد الفهود حيوانات ليلية، فهي تكون نشيطة ليلاً وتستريح نهاراً على الأشجار. يجيد الفهد السباحة، فهو يتمتع برشاقة كبيرة، إذ إنه يستطيع الجري لمسافة تزيد عن 36 ميلاً في الساعة، والقفز بشكل أفقي لمسافة تصل إلى 20 قدماً، وعمودياً فتي 10 أقدام. يتغذى الفهد على الحيوانات ذوات الحوافر مثل الغزال والظبي والأيل، وفي بعض الأحيان يتناول الخنازير البرية. تعتبر الخنازير البرية من الوجبات التي يصعب الحصول عليها، لأنها تكون معظم وقتها في مجموعات حتى تستطيع مواجهة الحيوانات المفترسة الأخرى. لكن في مقطعنا لليوم سنشاهد معركة أكثر من مدهشة، حيث استطاع الفهد الإمساك بخنزير بري ضخم، وشنت بينهما معركة رائعة انتهت بفوز الفهد على الخنزير البري. لقد حاول الخنزير البري الفرار بكل الطرق الممكنة، لكن جميعها باتت بالفشل، فالفهد لم يترك فريسته أبدا ولو للحظة واحدة. حاول الخنزير إصدار أصوات عالية من أجل المساعدة، لكن الوقت كان قد فات، وبهذا استطاع الفهد قتل الخنزير دون رحمة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد يوميا. إلى اللقاء.